التمويل والأسلحة من إيران، وأيضا كانت تعتبر راعية أساسية للإرهاب، وأيضا اعتبرت أن حماس وحزب الله هي تنظيمات إرهابية عالمية في عام 2017، وأيضا أعلن عنها أنها مؤسسة عالمية إرهابية في عام 2011. نحن نحس كل شخص إذا كان لديهم أي معلومات عن هؤلاء الأشخاص أن يتصلوا بهذا البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني www.rewardsforjustice.net أو من خلال البريد الإلكتروني info@rewards.justice.net. الأفراد خارج الولايات المتحدة الأمريكية يمكنهم الاتصال بأقرب سفارة للولايات المتحدة أو قنصلية. جميع المعلومات المقدمة إلينا سوف تكون سرية، أكرر ستكون سرية، والجوائز لبرنامج العدالة سيتم تفعيله لمحاربة الإرهاب العالمي. وأيضا البرنامج قد قام بدفع 100 مليون دولار مقابل الكثير من الأشخاص، وقدمنا كثير من المعلومات التي منعت الهجمات الإرهابية أو ساعدت على محاكمة الإرهابيين. وأيضا هذا بدعم الأشخاص الشجعان الذين ساعدوا على القبض على هؤلاء الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وذلك لمكافحة الإرهاب وإنقاذ الحيوات البريئة. وما نعلن عنه اليوم أننا سوف نقوم بتقديم صلاة الأروري ومحمود حرب وحاتم طباي، وذلك للعدالة. شكرا جزيلا. والآن أود أن أقدم الميكروفون لناثان سيلز، والذي وهو مسؤول في الحكومة، والذي سوف يتحدث بعدي. شكرا مايك. أود أن أقول بضع كلمات، وذلك حتى تكون في السياق العالمي أكبر نطاقا، وهذا في سياق الجائزة التي تم الإعلان عنها. وأود أيضا أن أعلن أن اليوم هو العيد الحزين لهجمة داعش على طبعا على باريس في 12 من نوفمبر عام 2015. لسنوات عدة لم يكن هناك أي علامات لأي معرفة لهؤلاء الأشخاص. سأقدم بعض الأرقام. تقوم إيران بإنفاق ملايين الدولارات كل عام لحزب الله، وتقدم ملايين الدولارات لتمويل حماس من ضمن مجموعات إرهابية أخرى، وأيضا تأتي الميزانية بتقريبا مليار دولار سنويا. للأسف وهذا أمر محزن أن هناك الشعب الإيراني الذي يدفع هذا الثمن، وتستخدم إيران مصادرها وذلك لطموحاتها، وأيضا التي تأتي من جيب الإيراني العادي. النظام يسرق شعبه وذلك ليكون مفوضا في الخارج. حزب الله لديه الكثير من الأنشطة المدمرة التي عرضت اللبنانيين للخطر، وهناك الكثير من المشكلات، وأيضا هناك أكثر من 100,000 صاروخ تم إرساله إلى لبنان، وهذا ما يخل بالتوازن داخل البلاد. وأيضا هناك الكثير من المراكز الخاصة بحزب الله والتي تستهدف المواطنين كدروع بشرية. حزب الله وقدرته على إخلال النظام لا يتحدث بالشرق الأوسط، ولكنه أيضا أخل بالتوازن داخل لبنان نفسها. وكما قلنا من قبل اليوم، حزب الله يمنع لبنان من تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك على حساب الشعب اللبناني وأيضا الجهود ولمصلحة حزب الله. نحن قلقون للغاية بارتباط حماس بحزب الله، وأيضا بعد الصراع في سوريا كان هناك علاقات بين إيران وحزب الله والتي توفر لها الكثير من التمويل. صليل الأوروري كان لاعبا رئيسيا في العلاقات ما بين إيران وحماس، وهو واحد من أهم حلقات الوصل في إيران، وأيضا يلعب دورا في التوصيل ما بين الجانبين. وكما تم الإعلان عنه فهو يعيش بحرية داخل لبنان وتحت قيادة حزب الله، والذين رحبوا به بأجل
أذرع مفتوحة، وهذا غير مقبول، ولا يمكن السماح له لقائد في حماس أن يتمتع بالملاذ الآمن في لبنان. وبالإضافة إلى الجوائز التي تم تقديمها من قبل أفانوف، فإن هناك مكافحة للإرهاب الإيراني، وأيضا سيكون ذلك في إطار السياسة لواشنطن، وأيضا سيكون هناك أيضا تقييد للمجاهدين أو الأسديجيتيز. جواد نصر هو ابن حسن نصر الله، وأيضا هي مجموعة تعمل في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2005. وبالإضافة إلى ذلك، نحن نبقي على حزب الله على أنها تنظيم إرهابي عالمي، وأيضا سيكون ذلك خاضر عن مراجعة لخمس سنوات. وأيضا هناك تحديد للأفراد التابعين لحزب الله: شمر الزيدي، يوسف هاشم، ومحمد فرحات، وعدنان كفراني. جميعهم قد حددت حكومة ترامب 40 شخصا مرتبطين بحزب الله، ووصلوا إلى 60 حتى اليوم. الإجراءات التي أعلنا عنها هي خطوة إضافية في بناء أيضا فرض عقوبة أكثر صرامة على إيران، وسوف نستمر حتى تغير إيران وحلفائها من سلوكهم. فإن على إيران أن تكون دولة طبيعية مثل أي دولة أخرى، وهي طبعا لديها حزب الله كأداة لديها، وسوف نضغط عليها حتى تنضم إيران للدول المتحضرة وأن توقف القتل في جميع أنحاء العالم. شكرا جزيلا. سوف نبدأ بطرح الأسئلة. تقولون أن أرور يعيش بحرية في لبنان، ما هي الضغوط التي سوف تضغطون بها على حكومة لبنان وذلك للقبض عليه؟ وأيضا هل يمكن أن تشرحوا لنا على اعتبار لماذا أعلنت عن هذا الأمر إذا كنتم تعرفون هذا الأمر؟